الانكسار اللي تم صحي هون في مجال سوزانية من طرف على السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية مع خطابات على صفحات التواصل الاجتماعي اللي تعرض عليهم اللي تنشر في صور متاعهم واللي تخرج في جميع المعطيات الخاصة متاعهم. اللي تعملوا له القضيات كان أكبر من أنه واحدة نجم تخرج مزاميلات وأنها تتكلم عن المشاعر اللي حاسها. لأنه بعد الإعفاءات نجموا نحكيو على بقايا طافية، خطر إنساني. لأنه صح اللي صار لهم كان أكبر من القدرة نتاعهم على التحمل. نساء كانت محصنات، ربات بيوت، أو نساء قاعدين يناضلوا على لقمة العيش نتاعهم في أداء الرسالة نتاعهم، يلقاو رواحهم في عزلة اجتماعية، يلقاو رواحهم ملاحقات قضائية في تتبعات مهزلة، ومطالب منهم أن يواجهوا كل المجتمع من عائلتهم للمجتمع الكبير برأس عالي. ما ينجم حتى يقف على جمرة اللي هم عاصين عليها. قد ما نجم نحكي ما نجمش نكون أمينة في نقل الوجيعة والمنظمة اللي هما شاعرين بها. فما حتى زميلات كي اتصلت بهم طلبت منهم ما يخولوا لي إني نحكي فيه. حلبت عليهن كرامتهن إنه نحكي على عديد المعطيات. وتعففنا. قالوا لي ما تحكيش على هذيك، ما تحكيش على هذيك. احنا لاباس، احنا مواصلين، احنا صامدات. وقالوا لي حملوني الامانه اللي نقول راهم يتم التضييق عليهم حتى في خبزتهم، حتى باش يحاولوا انهم يلقاو خبزه في اي بلاصه.